الرئيس السيسي وقع وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة مع إثيوبيا والسودان. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، فخامة الأخ دي سالين رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، السادة الوزراء وأعضاء الوفود والحضور الكريم، أبناء النيل في مصر والسودان وإثيوبيا وفي كل دول حوض النهر العظيم، أحدثكم اليوم من عاصمة عزيزة على قلب كل مصري، من أرض السودان الذي كان ومصر وطنا واحدا وأضحى بلدا شقيقا عزيزا، وظلت محبته في قلب كل مصري وطنا ثانيا يتطوق إليه وقيمة كبيرة يعتز بها. وأود في البداية أن أتوجه إلى أخي فخامة الرئيس عمر البشير ومن خلاله إلى شعب وحكومة جمهورية السودان الشقيقة بخالص التقدير والامتنان على تنظيم هذه المناسبة المهمة واستضافتها في مدينة الخرطوم غير بعيد عن نهر النيل الخالد، هذا النهر الذي وهبه الخالق لشعوبنا لنقيم به الحياة ولنبني على ضفافه الحضارة ونجعله سويا محورا للتعاون والإخاء للتنمية والرخاء من أجل شعوبنا التي تتطلع إلينا وتعلق آمالا كبيرة على بزوغ فجر جديد ومستقبل واعد. من خلال هذه الخطوة الأولى التي نخطوها اليوم معا على طريق التفاهم والتقارب وتحقيق المصالح المشتركة، إن توقيعنا اليوم على اتفاق إعلان المبادئ الخاص بالتعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة هو تلك الخطوة الأولى، فلقد كان هذا المشروع مصدر تطلعات وشواغل شعوب دولنا الثلاث على مدى السنوات الماضية. فبالنسبة للملايين من مواطني إثيوبيا يمثل سد النهضة باعثا على التنمية من خلال إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة، بينما يمثل لأشقائهم على ضفاف ذات النيل في مصر والذين يساورونهم في العدد تقريبا يمثل هاجسا ومبعث قلق، لأن النيل هو مصدرهم الوحيد للمياه بل للحياة. فاستخدامات مصر من مياه نهر النيل تقدر ب 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا في إقليم يتميز بالجفاف الشديد ولا تتساقط عليه الأمطار، وهي ذات الاستخدامات التي استمرت مصر في الاعتماد عليها على مدار عقود طويلة رغم تضاعف عدد سكانها وتزايد احتياجاتها التنموية في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط هطول الأمطار على باقي دول حوض النيل حوالي 1660 مليار متر مكعب من المياه سنويا. لكننا استطعنا بعون الله أن نتوصل من خلال الحوار المتواصل والعمل المثمر الدؤوب لنقطة البداية على طريق الأمل في مستقبل يلبي احتياجاتنا معا ويضاعف قدرتنا على الوصول لأهداف أبعد وعوائد أكبر. لم يكن أي منا يطمح أبدا في تحقيقها منفردا أو على حساب الآخر، لكن القيمة الحقيقية لوقوفنا هنا جنبا إلى جنب لا تكمن في وصولنا إلى هذه النقطة فحسب، وإنما في المضي قدما على ذلك الطريق الذي اخترنا أن نسلكه سويا وفي اتخاذ الإجراءات التي تكفل استكمال العمل بنفس روح المفاهيم والتفاهم حتى ننتهي بنجاح وفي أسرع وقت ممكن من مسار الدراسات الفنية المشتركة القائم والبناء على نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان سد النهضة وتشغيله وفق أسلوب يضمن تحقيق المنفعة الاقتصادية لإثيوبيا دون الإضرار بالمصالح والاستخدامات المائية لكل من مصر.
وفي سياق متصل أيضا بالخبر الأول، السيسي يصل أديس أبابا ورئيس الوزراء الأثيوبي في استقباله. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا قادما من الخرطوم في مستهل زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها بالرئيس الأثيوبي ورئيس الوزراء، حيث يجري مباحثات تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.